السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ ان شاء الله بنتكلم النهارده عن سيكشن يكون خفيف ومفيش فيه مشكله. السيكشن بتاع النهارده اسمه دايجنوستيك اميونولوجي سيرولوجيكال تيست. معنى كلمه معنى العنوان الطويل خالص ده ان انا عندي انتيجين انتي بودي رياكشن، عشان كده بنسميها اميونولوجي سيرولوجيكال. ومعنى كلمه دايجنوستيك ان انا بستخدمها فور دايجنوزس، فهي عباره عن انتيجين انتي بودي رياكشن بستخدمها فور دايجنوزس. ايه هي السيرولوجيكال اميونولوجي سيرولوجيكال تيست؟ هي تفاعلات بيكون فيها انتيجين انتي بودي رياكشن، عشان كده اتسمى بالاسم ده. بتتميز ان هي بيكون حاجات هايلي سبيسيفيك. ليه؟ لان لو في واحد حصل له انفكشن مثلا بالستاف، فالانتي بودي اللي طلعت في جسمه مش هتعمله بروتكشن لو حصل انفكشن بالباسيلاي. فهي حاجات انتيجين انتي بودي رياكشن بيكون هايلي سبيسيفيك، لان هيحصل الرياكشن ده بس لو كانت موجوده الانتي بودي اللي الحاجات ما تكوينها نتيجه لسيرتن انتيجين. اهميتها او انا بستخدمها في ايه؟ ان انا باخدها فور دايجنوزس. هي اصلا اسمها دايجنوستيك، فانا باخدها فور دايجنوز اوف ديزيز دايجنوزنج اوف المايكرو اورجانيزم. عايز اعرف المايكرو اورجانيزم اللي عندي هو مايكرو اورجانيزم ايه بالظبط، فبعمل ديتكشن لسيرتن انتيجين موجود فيه او الانتي بودي اللي طلع له، فمن هنا بعمل ايدنتيفيكيشن ليه. كمان هنشوف ان احنا بنستخدمها في بلاد تايب. يعني ايه بلاد تايب؟ يعني في ناس كتير بتقول انا والله البلاد جروب بتاعتي ايه او بي او اي بي او او، او تقولوا لي هي ايه بوزيتيف هي ايه نيجاتيف وهكذا. فاحنا بنستخدمها فور ايدنتيفيكيشن of a microorganism for diagnosing the disease وفي blood typing. الطيب of serological test اللي هناخدها، طبعا احنا عندنا types كتيرة جدا، فهي اللي هناخدهم النهاردة اتنين تيستس او تو تايبس. اول حاجة الاجلوتنيشن تيست، تاني حاجة اسمها البريسبتيشن تيست. انا سميتها اجلوتنيشن او بريسبتيشن تيست على اساس ايه، او فرقتهم على اساس ايه؟ مع ان كل التفاعلات عبارة عن انتيجين انتي بودي رياكشن، فانا قسمتهم كده على حسب الفيزيكال افكت بتاع الانتيجين نفسه. لان لو الانتيجين بتاعي كان بارتيكوليت انتيجين، كان حاجة انسولبل، فهنا بنسميها اجلوتنيشن رياكشن، لان الريزلت بتبان على هيئة تكتلات. بلاقي التفاعل الريزلت بتاعته بانت على هيئة تكتلات كده زي اللبن الرايب. لكن لو الانتيجين بتاعي كان صابل انتيجين وانتيجين صغنون كده في نفسه وصابل، فلاقي الريزلت بتاعت الرياكشن ده بتبان على هيئه بريسبتيشن، بيتكون عندي بريسبتيت، بس ده بشرط ان يكون في عندي كونسنتريشن معين انتيجين ادي او الانتي بودي، بحيث ان بيكون عندي كومبلكس في الاخر، بيكون كومبلكس انسولبل. فانا عندي تايب اوف سيرولوجيكال تيست اللي هناخدهم حاجه من اتنين، اما اجلوتنيشن رياكشن او عندنا بريسبتيشن رياكشن. وانا قسمناهم الاثنين دول التو تايبس دول على حسب الفيزيكال فورم بتاع الانتيجين مش بتاع الانتي بودي. لو الانتيجين بتاعي كان صولابل، فهنا هنسميها بريسبتيشن رياكشن، لان هيكون عندي بريسبتيت نتيجه للتفاعل ده. بس البريسبتيت ده زي هنشوف انه محتاج يكون عندي كونسنتريشن معين من الانتيجين وكونسنتريشن معين من الانتي بودي عشان يكون بريسبتيت. لو الانتيجين بتاعي كان بارتيكوليت، فهنا بنسميها اجلوتنيشن رياكشن، لان الريزلت بيبان على هيئه تكتلات. اول حاجه هنبتدي بيها هي الاجلوتنيشن رياكشن، وليها اسم تاني بنسميها الهيم اجلوتنيشن. هي اجلوتنيشن معنى كده ان هستنتج ان الانتيجين بتاعي المفروض بيكون كبير، وبنسميها هيم اجلوتنيشن لان انا بستخدمها اصلا او اكتر ابلكيشن عليها في البلاد تايب، لان الناس كلها بتعرف البلاد جروب بتاعتها عن طريق اجلوتنيشن رياكشن. يبقى الاجلوتنيشن البرنسبل بتاعته عندنا انتي بودي وعندنا انتيجين، وبين قوسين بنقول ان ده عباره عن بارتيكوليت انتيجين حاجه انسولبل. الريزلت بتاعتي بتظهر على هيئه اجلوتنيشن على هيئه تكتلات. ده كده البرنسبل بتاع التست. الابلكيشنز بتاعتها اهم ابلكيشن بناخده عليها اللي خلانا نسميها اصلا هيم اجلوتنيشن، ان انا باخدها في البلاد تايب. انا هعرف البلاد جروب بتاعتي ايه بالظبط، هل هي ايه ولا بي ولا او ولا اي بي، وكمان هعرف هي بوزيتيف ولا نيجاتيف. فهي اول واهم تطبيق عليها هي في البلاد تايب. تاني حاجه ان انا بشوف البكتيريال انفكشن، برضو بشوف الانتيجين بتاع البكتيريا او الانتي بودي اللي طلعت ليها، وبشوف هل حصل رياكشن ولا لا. فعلى حسب مثلا انا بعمل انفكشن سيرتن انتيجين موجود في قلب البلاد عندي، بعمل دايليوشن كتير من الانتيجين بتاعي من الانتيجين ده، وبحط عليها الانتي بودي، بشوف حصل تفاعل ولا لا، في عندي اجلوتنيشن ولا لا. طيب انا بشوف ممكن يكون التفاعل في قلبي فولس نيجاتيف وفي فولس بوزيتيف ريزلت، فانا المفروض ببقى متاكده. هبقى متاكده ازاي ان في انفكشن لما بلاقي التترا عالي؟ التترا عالي بمعنى ايه؟ يعني انا بعمل دايليوشن لبلاد كتير، وكل ما بحط عليها الانتي بودي بلاقي الرياكشن بيتم. معنى كده ان انا عندي كميه كبيره قوي، فهنا يستحيل تكون دي عباره عن فولس نيجاتيف ريزلت. يبقى اهم ابلكيشن على الاجلوتنيشن رياكشن هي ديترمينشن اوف بلاد تايب البلاد جروب بتاعت الناس ايه. تاني حاجه هي اسيسمنت اوف البكتيريال انفكشن، على حسب بقى انا بشوف الرياكشن اللي بيحصل ما بين انتيجين وانتي بودي، وبحدد التتر بتاعي عشان ابقى عملت اكسكلوجن ان ممكن يكون عندي فولس نيجاتيف ريزلت او فولس بوزيتيف ريزلت. ليه؟ لان كل ما زاد التتر، التتر ده يعني كل ما بعمل دايليوشن وبيدي لسه ستيل، كل ما بعمل دايليوشن لسه في ريزلت بتطلع، معنى كده ان انا عندي بكتيريال انفكشن كتير، عندي انتيجين موجوده في البلاد كتير، لان الرايز في التتر هنا معناه تو ا بارتيكولار انتيجين انديكيت الانفكشن بالبكتيريا دي.
يبقى اول ابلكيشن عليها هي ديترمينيشن اوف بلاد جروب، وتاني ابلكيشن اسسمنت اوف البكتيريال انفكشن. اول حاجه عشان اعمل بلاد جروب تايبنج هي عندنا تو سيستم، اول حاجه الاي بي او سيستم وتاني سيستم هو الار اتش سيستم. ايه هو الاي بي او سيستم؟ انا بعرف البلاد جروب بتاعتي هي اي ولا بي ولا او ولا اي بي، يبقى كده عرفنا الاي بي او سيستم. فيها حاجه تانية هنشوفها برضو في البلاد تايب هي الار اتش سيستم، اللي هنقول بقى هي بوزيتيف ولا نيجاتيف. فانا بالنسبه للاي بي او سيستم عايز اشوف الانتيجن الاي انتيجن موجود ولا لا، البي انتيجن موجود ولا لا، ممكن يكون الاثنين موجودين وممكن يكون الاثنين دول مش موجودين. ده طبعا كان ابلكيشن على اجلوتينيشن رياكشن، فالمفروض ان انا متوقعه ان حجم الانتيجن بتاعي كبير، ما هو اصلا كده كده دي انتيجنات بتكون موجوده على سطح الار بي سيز، فكده كده الار بي سيز مديها حجم، مخليها حاجات بارتيكوليت وحاجات اللي هي انسوب، مخليها انسوب في الميديا بتاعتي، لان كده كده الار بي سيز بتاعتي اصلا حجمها كبير بغض النظر بقى الانتيجين نفسه اللي لازق عليها كان صغير ولا كبير، هي خلت لي الكومبلكس ده كله على بعضه انسولابل. فانا بشوف بعمل ديترمينيشن للاي او البي انتيجين موجودين ولا لا، وعلى اساس كده بقسم البلاك جروب بتاعتي لاربعه جروب، اول حاجه اي، تاني حاجه بي، اي بي او الاو او بنسميها النال ان هي ما كانش عندها لا الاي انتيجين ولا البي انتيجين. اول حاجه الناس اللي هي بلاك جروب اي، الناس اللي هي بلاك جروب اي معنى كده انها عندها الاي انتيجين موجوده على سطح الار بي سيز. طبيعي ان الجسم بيكون مميز حاجه اسمها السلف والنون سيلف. السلف ده الحاجه بتاعتي، الحاجه اللي هي جزء مني، مكون رئيسي مني، فيستحيل الجسم يهاجمها، يستحيل الجسم يفتكرها حاجه غريبه ويطلع لها اجسام مضاده تكسرها. فالناس اللي هي بلاد جروب ايه طبيعي جسمها متعرف على الاي انتيجين الموجود على سطح الار بي سيز، عمره ما هيكون عندها انتي بودي للاي، لكن طبيعي هيكون عندها انتي بودي للبي. الناس اللي هي بلاد جروب بي فجسمها متعرف على الاي على البي انتيجين الموجوده على سطح الار بي سيز، فعمرها ما يكون عندها اجسام مضاده تهاجمني البي انتيجين. في ناس ممكن يكون عندها بس ده في امراض المناعه الذاتيه الجسم بيهاجم نفسه، لكن في الطبيعي ان الجسم مش هيكون عنده البي انتيجين، فهي ما عندهاش البي قصدي انتي بودي، فعمرها ما عمره ما يكون عندها البي انتي بودي اللي هتهاجمني البي انتيجين، لان هي لو موجوده هيبتدي يحصل عندي الرياكشن والجسم كده هيكسر الار بي سيز بتاعته. فالناس اللي هي بلاد جروب بي عمرها ما هيكون عندها البي انتي بودي، لكن هيكون عندها انتي بودي للاي، جسمها ما شافش الاي عشان مكون ليها اجسام مضاده. الناس اللي هي عندها بلاد جروب اي بي دي ناس محظوظه صراحه، لان جسمها متعرف على الاي انتيجين وعلى البي انتيجين، فجسمها ما عندوش اجسام مضاده لا للاي ولا البي، الجسم شافهم واعتبرهم حاجه منه. فالناس دي بتبقى محظوظه ليه؟ لان هي لو خدت بلاد جروب بلاد عملنا لها بلاد ترانسفيوجن من ناس كانت البلاد جروب بتاعتها اي، فهي جسمها ما عندوش انتي بودي للاي، وبالتالي ما فيش عندي رياكشن. لو خدت بلاد سامبل من بيشنت من شخص كده بلاك جروب بتاعته بي، فهي برضو جسمه مش مكون اجسام مضاده للبي، فمش هيحصل عندي رياكشن. لو اخذت سامبل من بيشنت او من شخص كان بلاك جروب بتاعته او، فالمفروض ان هي برضو ما كانت الشخص ده اللي هو اي بي مش عنده لا انتي بودي للاي ولا انتي بودي للبي، فكده كده مفيش عندي رياكشن. يبقى هنا بالنسبه للناس اللي هي اي بي دي ناس محظوظه جدا، ما عندهاش لا انتي بودي لا للاي ولا للبي، وبالتالي بتكون اللي هو مستقبل عام، تقدر تاخد بلاد سامبل من اي حد. تاني حاجة الناس بلاد جروب او، فدول ناس غلابة على قدهم، بنلاقي ان بلاد جروب او جسمهم مش متعرف لي لا على الاي انتيجين ولا على البي انتيجين، وبالتالي بيكون عندهم اجسام مضادة للاي والبي. دول ناس غلابة ليه؟ لان لو عملت لهم بلاد ترانسفيوجن من ناس كانت اي او بي، فهم جسمهم عندهم اجسام مضادة للاي والبي، فيبتدي يحصل عندي رياكشن. عشان اعمل لهم بلاد ترانسفيوجن ويكون بلاد ترانسفيوجن صح، لازم هياخد بلاد سامبل او هيعمل لهم بلاد ترانسفيوجن من ناس اصلا البلاد جروب بتاعها او، مش هتقدر تاخد الا من او بس، يبقى هي مش هتقدر تاخد الا من او بس، رغم ان هي هتدي لكل الناس. ده كده جدول مجمع لي اللي انا قلته، ان الناس اللي عندها اللي هي بلاك جروب ايه عندها الاي انتيجين على سطح الار بي سيز وعندها الانتي بودي للبي، الناس اللي هي بلاك جروب بي عندها انتي بودي للاي وعندها الانتيجين بي على سطح الار بي سيز، الناس اللي هي بلاك جروب اي بي فهي جسمها على سطح الار بي سيز عندها الاي والبي انتيجين وما عندهاش انتي بودي في قد البلازما بتاعتها، الناس اللي هي بلاك جروب او ناس غلابه على قدهم ما شافتش لا الاي ولا البي، فبالتالي الانتيجين دي مش موجود، لكن بقى بالعكس عندهم انتي بودي للاي والبي. تاني حاجه بلاد تايبنج هي الار اتش فاكتور، ان الناس بتقول انا اي او بي بتحط عليها بوزيتيف او نيجاتيف، بيقولوا لي في ناس بتقول انا والله بوزيتيف او نيجاتيف، وبنسمع مشكله بتحصل في ساعه الولاده لو المذر ساعات بتقول انا عايزه حقنه الار اتش. طب ده ايه الار اتش؟ ده عباره عن انتيجين برده بيكون موجود على سطح الار بي سيز، لو موجود بنقول عليها ار اتش بوزيتيف، ولو مش موجود بنقول عليها ار اتش نيجاتيف.
طيب الناس اللي هي ار اتش نيجاتيف جسمها ما شافش الار اتش انتيجين، فبالتالي المفروض بيكونني انتي بودي للار اتش. هنا الناس دي بلاقي التفاعل او طبيعه الجسم في التفاعل معاها مختلفه شويه عن الاي بي او، لان في الاي بي او بلاقي البيشنت اللي هو مثلا ايه بلاد جروب بتاعته ايه عنده ناتشرالي، هو اتولد باجسام مضاده للبي، لكن هنا البيشنت اللي هو ار اتش نيجاتيف هو مش بيتولد عنده اجسام مضاده للار اتش، هو مستني يشوفه في الاول وبعد كده فيتعرف عليه ويقول دي حاجه غريبه، ففي المره الثانيه يهاجم فيبتدي يكون اجسام مضاده وتاني مره يشوف الانتيجين ده يضربه. فهي الانتيجين بتاعها مش ناتشرالي، الانتي بودي بتاعتها مش ناتشرالي موجوده في قلب البلد، محتاجه ان يحصل عندي اكسبوشر في الاول، بعد كده تيجي الاكسبوشر ده الجسم يشوف حاجه غريبه يكونها اجسام مضاده، مع المره الثانيه للتعرض للانتيجين ده يبتدي يضربها. عشان كده نلاقي البيشنت او بريجننت ماذر اللي هي هتولد لي بيشنت او هتولد لي اصلي بيبي ار اتش بوزيتيف وهي كانت ار اتش نيجاتيف، هنا في ساعه الولاده بيحصل عندي كونتاكت ما بين التو بلد بتاع البيبي وبتاع المزر، فهنا الجسم شاف الار اتش انتجن اول مره فالبيبي الاولاني اتولد بسلام، لما هو شافه بدا يكون له اجسام مضاده، لو ما كسرتش الاجسام المضاده اللي اتكونت دي هيجي البيبي الثاني اللي هو هيبقى ار اتش بوزيتيف برده الاجسام المضاده اللي اتكونت دي تهاجمه فهيحصل له ليدس. فهنا لازم المزر بتاخد بعد اول ولاده حقنه هتعملي ديستركشن للار اتش انتي بودز اللي بتتكون. الناس بقى اللي هي ار اتش بوزيتيف ار اتش بوزيتيف انت عندها الار اتش انتيجين فطبيعي ان كده كده مش هيكون عندها الانتي بودي. ده كده ازاي بنعرف البلاد جروب او ازاي بنقيس الريزلت بتاعتي. بنحط 4 دروب من البلاد ومنهم واحده بتكون كنترول دي يعني ما بحطش عليها اي انتي بودي، لا بحط انتي اي ولا انتي بي ولا انتي دي ولا اي حاجه، بسيب نقطه البلاد كده على السلايد بتاعتي وبشوفها، لو النقطه بتاعت الكنترول دي ما فيش في قلبيه ما حصلهاش اجلوتينيشن فببص بقيه الريزلت، لو النقطه دي من غير ما احط عليها انتي بودي ولقيت بيحصل لها اجلوتينيشن معنى كده ان انا هقول التيست ده مش صحيح، ان الدم لوحده اصلا بيحصل له اجلوتينيشن فمش هياخد ببقيه الريزلت. طب افترضنا بقى ان التيست بتاعي او النقطه الضاد بتاعتي كانت عادي، كانت اللي هو مفيش فيها بيها اجريجنيشن، نقطه سايله عادي جدا خالص، فببص بقيه الريزلت. لو مثلا اخذنا اللي هي اول حاجه اللي كانت ايه بص او بوزيتيف دي او بوزيتيف، فانا حطيت عندي عرفتها ازاي؟ لان انا حطيت الانتي اي ما لقيتش عندي رياكشن فمعنى كده ان انا ما عنديش الاي انتيجين، حطيت الانتي بي مفيش عندي البي انتي مفيش رياكشن فمعنى كده مفيش البي انتيجين، فهو شخص ما عندوش لا الاي انتيجين ولا البي انتيجين فكده بلاد جروب بتاعته او. طيب حطيت الانتي دي اللي هي حاجات الانتي ار اتش لقيت حصل تفاعل فمعنى كده ان هو عنده الار اتش انتيجين فمعنى كده ان هو او بوزيتيف في البلاد جروب بتاعته. الناس اللي هي اخر حاجه اللي هي قبل الانفاليد تيست اللي هي الاي بي نيجاتيف، هنا بصيت على الكنترول لقيت الكنترول مفيش فيه اجلوتينيشن فبكمل بقيه القرايه بتاعتي، حطيت الانتي اي لقيت حصل عندي اجلوتينيشن معنى كده ان هو عنده الاي انتيجين، حطيت الانتي بي لقيت فيه اجلوتينيشن معنى كده ان هو عنده البي انتيجين، يبقى هو كده البلاد جروب بتاعته اي بي. حطيت الانتي دي مفيش اجلوتينيشن معنى كده ان هو ما عندوش الار اتش انتيجين معنى كده ان البلاد جروب بتاعته اي بي نيجاتيف. تمام كده يا دكاتره؟ وطبعا اتفقنا لو الكنترول بتاعي لقيت فيه هو نفسه بيحصل له اجريجنيشن من غير ما احط عليه اي حاجه فده بيكون انفاليد. هنا ازاي بنقرا الريزلت بتاعتي زي كويستشن كده، في اول 3 انابيب عندنا حطيت الانتي اي مفيش رياكشن، في الانبوبه اللي في النص حطيت الانتي بي في رياكشن معنى كده ان انا عندي الانتيجين بي، لما حطيت الار اتش انتيجين مفيش عندي الار اتش انتي بودي مفيش عندي رياكشن معنى كده ان انا ما عنديش الار اتش انتي بودي الار اتش انتيجين معنى كده ان الشخص ده بلاد جروب بتاعته هي بي نيجاتيف. ال3 انابيب التانيين لما حطيت الانتي اي لقيت فيه رياكشن معنى كده ان انا عندي الاي انتيجين، لما حطيت الانتي بي لقيت فيه رياكشن معنى كده ان انا عندي البي انتيجين فالبلاد جروب بتاعته هي اي بي، لما حطيت الار اتش انتيجين انت بودي لقيت فيه رياكشن فمعنى كده ان هي اي بي بوزيتيف لان في اجلوتينيشن حصل. المفروض ان لو كنا بنشتغل ازاي بقى، بنحط 3 دروب من البلاط وبنحط عليهم الثلاثه انتي سيرا اللي هي انتي اي وانتي بي وانتي دي وبنقلبهم بتو سبيكس كده لمده دقيقه ونشوف الريزلت بتاعتي مين حصل له اجلوتينيشن ومين ما حصلوش اجلوتينيشن. اللي هيحصل فيه اجلوتينيشن لما احط مثلا انتي اي في اجلوتينيشن يبقى كده الانتيجين اي موجود، حطيت الانتي بي في اجلوتينيشن لو موجود يبقى كده الانتيجين بي موجود، حطيت الانتي ار اتش لو الانتي ار اتش لقيت فيه اجلوتينيشن يبقى كده الار اتش انتيجين موجود، ولو ما فيش طبعا يبقى العكس. كده اخدنا اول حاجه اللي هي الاجلوتينيشن رياكشن، تاني حاجه اللي هي البريسيبتيشن رياكشن. اتفقنا البريسيبتيشن رياكشن يعني انا عندي سولابل انتيجين واتفقنا عشان يديني بريسيبتيت لازم يكون ات سيرتن كونسنتريشن، وده البرنسبل بتاعتي وضروري تكتب لي ات سيرتن كونسنتريشن، لان في كونسنتريشن معين من الانتيجين انتي بودي البريسيبتيت او الكومبلكس اللي هو انسولابل ده بيحصل له ديستربشن ما بيتكونش او مش بيتكون بطريقه صحيحه، فبالتالي ما فيش عندي بريسيبتيت فبعتبرها فولس نيجاتيف ريزلت، يبقى لازم بيكون عندي سولابل انتيجين مع سولابل انتي بودي في وجود ات سيرتن concentration في optimum concentration يبتدي يتكون عندي precipitate. لو زاد الكونسنتريشن او بتاع الانتيجين او بتاع الانتي بودي بتاثر لي على الكومبلكس الانسولابل فورميشن وبالتالي ما فيش عندي كومبلكس بيكون ما بشوفش precipitation في عيني بعيني فبيبان كفولس نيجاتيف ريزلت.
هنا الـ Precipitation Reaction Factor بتأثر لي عليها هي الـ Concentration بتاعي. المفروض إن أنا عندي حاجة اسمها الـ Zone of Equivalence. الـ Equivalence Zone هنا ده بيكون أحسن Concentration بيحصل عنده التفاعل. طب لو أنا عندي زاد الـ Antibody، الـ Antibody لو زاد بيعمل لي Disruption للـ Complex اللي بيتكون، الـ Complex Insoluble ده كنتيجة لزاج بتبان عندي العينة مفيش في قلبها أي Precipitation، فبتبان False Negative Result. زي ما يكون برضو هنا في كتشبيه يعني عندنا كراسي كتير قوي واحنا عددنا قليل، فطبيعي ان احنا مش هنقعد مقربين من بعض ونعمل كومبلكس، اصلا هتلاقينا متنورين في كل حته كده فمش هنعمل كومبلكس، فهنا بتبان كفولس نيجاتيف ريسك. تاني حاجه اللي هي بريسبتيشن رياكشن في الجل. البريسبتيشن رياكشن في الجل ده لازم يكون الجل بتاعي في قلبيه صفات معينه، انه لازم يكون سيمي سوابل او سيمي سوليد اجار ميديا، الميديا بتاعتي لازم تكون سيمي سوليد عشان تساعد لي على الديفيوجن بتاع الانتيجن والانتي بودي. في الجل هنا انا بعمل زي دواير كده بنسميها الكبس، وبنحط في قلبيها الانتيجن وبنحط في قلبيها الانتي بودي. لما تكون الميديا بتاعتي سيمي سوليد فبتسمح لي بالديفيوجن، فبتديني مناطق في قلبيها كونسنتريشن مختلفه. كل ما بيحصل ديفيوجن كل ما المنطقه البعيده بتكون الكونسنتريشن فيها قليل، فانا بدي فرصه ان يبقى عندي كونسنتريشن كتير قوي من الانتيجن والانتي بودي عند المنطقه بتاعت الكوفلنس، هيكون عندي بريسبتيشن لاين وهشوفه بعيني. طيب ده بعملها ازاي؟ او في منها تايبس؟ في منها تايبس. ممكن يكون سنجل اميون ديفيوجن، انا بعمل كاب واحده للانتيجن ومع كاب واحده للانتي بودي وبيحصل لهم ديفيوجن وبيتكون عندي بريسبتيشن لاين واحد. او في حاجه ثانيه اسمها الدبل اميون ديفيوجن، انا بحط تو كابس، بعمل تو كابس للانتيجن بيبقى عندي انتيجن واحد وانتيجن اثنين، وبعمل كاب ثالثه او دايره ثانيه بنحط في قلبيها الانتي بودي. يبقى انا كده عندي ثلاث دوائر، اثنين بحط في قلبيهم الانتيجن بيكونوا قصاد بعض، واحده فوق او واحده تحت. عموما يعني بتاخد شكل المثلث كده، بيكون الجزء الوحده المختلفه للوحده دي بتكون عباره عن انتي بودي. لو هي سنجل بنسميها المانكينوي تيست، ولو هي دبل فقلبيها اثنين انتيجن فبنسميها الاكتروني تيست. الالكتروني تيست هنتكلم عنها شويه، وبنسميها الدبل اميون ديفيوجن، وتعرف لي الاسمين انا باخدها ليه. احنا اتفقنا ان انا بحط اثنين انتيجن، بحط انتيجن واحد وبحط انتيجن اثنين، وفي الدايره الثالثه بحط انتي بودي وبشوف. هنا المفروض عندي تو انتيجن هيحصل لهم ديفيوجن في جميع الاتجاهات، والانتي بودي هيحصل له ديفيوجن في جميع الاتجاهات، والانتيجن انتي بودي رياكشن بتظهر على هيئه بريسبتيشن لاين. فانا بيكون عندي هنا اثنين بريسبتيشن لاين، بقارن التو بريسبتيشن لاين دول وبشوف هل الاثنين انتيجن اللي عندي دول زي بعض بالظبط، ولا قريبين لبعض، ولا مش زي بعض اصلا. يبقى هنا باخدها عشان اشوف السيميلارتي ما بين الانتيجن الموجوده، عن طريق ان انا بعمل حاجه زي مثلث كده تراينجولار فورم، في الاثنين اللي قصاد بعض بنحط اللي هو تو انتيجن بتوعي، وفي الكاب الثالثه بنحط عندي الانتي بودي. والنتيجه للجيومتريكال فورم اللي بيطلع، الشكل الجيومتري اللي بيطلع نتيجه البريسبتيشن لاين مع بعضها، بنحدد هل هم زي بعض بالظبط ولا قريبين لبعض ولا مختلفين. ده كده شكل الثلاثه جيومتريكال لاين اللي ممكن تطلع، عندنا A وعندنا B وعندنا C، وهنفسرهم كلهم دلوقتي. اول حاجه الباترن A، وطبعا نبقى عارفين ده باترن A ولا B والمعناه ايه. اول حاجه اللي هو باترن A ده بريسبتيشن لاين، لقيت البريسبتيشن لاين بتاعهم متقابلوا في نقطه واحده، يبقى هما الاثنين كان تفاعلهم مع الانتي بودي زي بعض بالظبط. معنى كده ان الاثنين انتيجن دول زي بعض بالظبط، الاثنين ده نتيجه التفاعل هنا البريسبتيشن لاين اتقابلوا في نقطه كانوا زي بعض بالظبط، فاكيد الاثنين دول عباره عن ايدنتيكال انتيجن شير البيتوبس كلها اصلا واحده. يبقى هنا ده باترن ايه بنسميها باترن اوف ايدنتيتي، الريزلت بتاعته كانت بتطلع على هيئه سموث لاين. هنا الانتي بودي ما فرقش ما بين الانتيجن الاولاني والانتيجن الثاني لان هما كانوا حاجه واحده اصلا، فده بنسميها باترن اوف ايدنتيتي، هما عندهم نفس الابيتوب. تاني باترن اللي هو باترن بي، باترن بي ده بنسميها باترن اوف بارشال ايدنتيتي، الاثنين في قلبيهم ايبيتوب مشتركه، بس في واحد الاصل وفي واحد التقليد. الاصل عنده ايبيتوب زياده شويه، حاجه مخصصه ليه خليته بيتفاعل مع الانتي بودي بطريقه احسن او اشد، او الافينيتي بتاعته للانتي بودي كان اكتر، عشان كده ظهرت عندي تو بريسبتيشن لاين اتقابلوا في نقطه، بس في واحد زاد شارطه. زاد شارطه ده معناه ان هو كان الافينيتي بتاعته للتفاعل مع الانتي بودي اعلى، فمعنى كده ان انا عندي واحد اصلي وعندي واحد تقليد، بس الاثنين عندهم ايبيتوب مشتركه. في واحد عنده ايبيتوب يونيكلي، في واحد عنده حاجه خاصه بيه بتخليه مميز شويه فبيتفاعل اكتر مع الانتي بودي. باترن سي، باترن سي ده بنسميها باترن اوف نون ايدنتيتي، لا الاثنين انتيجن دول كانوا مختلفين خالص، لقيت البريسبتيشن لاين التو بريسبتيشن لاين اخدوا علامه اكس، زي ما يكون مثلا حطينا ميكشر من الانتي بودي وحطينا تو انتيجن، انتيجن A وانتيجن B. الانتي بودي بتاعت الA هتتفاعل مع الA فهتديني بريسبتيشن لاين، والانتي بودي بتاعت الB هتديني بريسبتيشن لاين. كانت الريزلت بتظهر على علامه غلط كده، علامه اكس. العلامه الاكس دي معناها ان هما الاثنين ما عندهمش ايبيتوب مشترك، لا هو كل واحد بيتفاعل بطريقته مختلفه، مفيش ولا ايبيتوب مشترك، هو كل واحد كل انتيجن بيتفاعل مع انتي بودي خاص بيه، لكن الاثنين انتيجن دول مش شبه بعض خالص، مفيش ولا ايبيتوب مشترك ما بينهم.
كابلكيشن بقى على الـ على البريستيشن وين ديفيوجن هي سي رياكتيف بروتين. ايه هي السي رياكتيف بروتين؟ السي رياكتيف بروتين دي عباره عن جسم الماده الجسم بيطلعها في حاله لو في انفكشن، لو في انفلاميشن، لو في اي ديستراكشن في السيل. هي حاجه كده مش مميزه جسمنا بيطلعها بحيث ان هي بتنظف لي المكان اللي حصل في قلبي انفكشن ده او المكان اللي حف استكوينها. هي بتتكون من ايه؟ هي حاجات سي رياكتيف بروتين اكزامبل عليها مثلا حاجه زي سيروم امايلويد اي وفايبرينوجين وسيروبلازمين، بتتحفز لو طلعت حاجات ناتجه من تكسير الخلايا او حاجات ناتجه من انفكشن زي مثلا الفوسفوكولين والفايبرونكتين والفوسفوليبيدز والكروماتين. اي حاجه بيحصل فيها تكسير الخلايا بقى سواء تكسير خلايا الجسم او نتيجه الانفكشن او اي حاجه، بتطلع المواد دي بتعمل لي ايه؟ بتنظف لي المكان ده لان بتحفز لي الكومبلمنت والماكروفاج تيجي تنظف المكان اللي حصل فيه ديسربشن ده، وليها انتي انفلاماتوري ايفكت. اهميه ان انا اقيس السي رياكتيف بروتين ايه؟ ان هو تفاعل سريع جدا بيديني انديكيشن عن في انفلاميشن ولا لا، مش بتاثر هو بعمر الشخص ولا بالجندر بتاعه، وممكن تكون عينه متخزنه عندي اخدها واقيس بيها على طول وبيكون بريسايز وبروديوسبل. لكن احنا قلنا ان هو مش حاجه سبيسيفيك، هو بيطلع لو عندي انفكشن، عندي انفلاميشن، عندي تروما، عندي مالجنسي، عندي نيكروزس، لان في مواد كتير جدا بتحفز تكوينه. ثانك يو. كده ده السكشن بتاعنا، اتمنى يكون خفيف ولطيف، ان شاء الله يكون مفيش فيه اي مشكلة. شكرا ليكم.